إعدادها أم القرى قوما ترى الحرم الشريف تكاد من زفراته الجمرات ألم تشعرا وأبا قبيس في حشاه تصاعدت لهبات وجدا حرها علم الحطيم به فحطمه الأسى ودرى الصفا منه المشاعر بالبلاء وعفا يحسرها جوان وتحسرا كل ذلك لماذا قال قتل الحسين أيوة حسين قتل الحسين وانهدم الثرى ذاك العزيز شلون يبقى بحرة من حال جسمه صرع ذيك الأماني دمهم غسل وجفانهم سافر مرتاح شيعة الكرار ما بكم حمية زينب تخاطبكم ما جان اخذت جفان رحت الغار شلت حماكم لا تدوسن